بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان فمرحبا به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه الشعيرة، هذه الفريضة، أحسن أداء. رمضان شهر فضيل، وهو يقال أنه ضيف كريم، ولكن دعني أخي أحمد أقول فكرة ربما تناقض أو تعالج هذا الرأي. فالحقيقة نحن الضيوف وليس رمضان، صحيح، بدليل أننا نموت ويبقى رمضان. صحيح، هناك أناس صاموا الشهر الماضي وصاموا الشهر ما قبل الماضي، ولكن لم يصوموا أو يعني هذا الشهر لن يصوم. وهناك من يصوم هذا الشهر ولكن قد لا يصوم العام القادم، والله أعلم. صحيح. لذلك نحن ضيوف، ولكن رمضان هو الدائم الثابت إلى أن تقوم الساعة. طيب، هذا الشهر العظيم كما قلتم حقيقة في عبارة لطيفة جدا، وهو صاحب مقام رفيع، تخلية وتحلية. هذا كلام مختصر ينبئ عن مقاصد عديدة لهذا الشهر العظيم، مقاصد إيمانية تعبدية، مقاصد تربوية، مقاصد اجتماعية وسلوكية. ولكن يمكن اختزال كل هذه المقاصد في كلمتين: تخلية وتحلية. على المسلم الذكي الفطن أن يستثمر هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، في التخلي عن الرذائل، في ترك والتخلي عن العادات السيئة، وفي المقابل التحلي بالفضائل، التحلي بمكارم الأخلاق، التحلي بمحاسن العادات. تخلي وتحلي. إذا أحسننا استثمار هذا الشهر الفضيل سنتخلى عن العادات السيئة. أذكر على سبيل المثال الكسل. للأسف نخشى أن يرتبط الكسل بالصيام أو بهذا الشهر. حينما نعود إلى تاريخنا المشرق يا أخي أحمد، نجد شهر رمضان شهر الانتصارات، صحيح، شهر الإنجازات، شهر الفتوحات. يعني في هذا الشهر تمت يعني الانتصار الأكبر في غزوة بدر الكبرى، وكذلك في هذا الشهر المبارك فتح مكة إلى آخره من الانتصارات. وعبر العصور يعني تاريخ المسلمين المشرق المضيء ينبئنا أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات لا شهر الانكسارات، شهر الفتوحات والطاعات لا شهر الجرائم والمنكرات. ولكن للأسف الشديد إذا كان بعض الناس الآن يعتبر شهر رمضان هو شهر الكسل. يعني جاءني منذ مدة يعني سؤال هكذا، يقولك في كل رمضان يعني تتحول المساجد إلى دورتوار، هكذا كتبها، إلى دورتوار معناه إلى مرقد. ما نقولوش الناس ما ترتاحوش ولا، ولكن بصراحة يعني لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. شهر العمل، شهر الإنجازات، شهر الفتوحات، شهر الانتصارات، شهر الجد والعمل. إذن نستثمر هذا الشهر الفضيل لنتخلى عن الكسل ونرنو إلى العمل، ونحب العمل والإنجاز والإبداع، وكذلك تأخير الأعمال. أما بعض الناس تروح يخدم لك عامل معين يقولك خليه بعد رمضان، وكأن رمضان ما فيه لا إنجاز عمل ولا شيء، خليه بعد رمضان. قل يا أخي هذا العمل لا يأخذ منك 10 دقائق مثلا، وثقة إدارية أو شيء من هذا القبيل يقولك لا خليه بعد رمضان أرني تعبان وكذا. والتأخر أيضا في الالتحاق بالعمل، يعني صايم، وكأن الصيام معناه لازم يكون فنيان، لازم يكون يتكسل، ويضيع مصالح الأمة ويضيع مصالح الناس. يا أخي أحمد، الحاذق هو اللي يعرف قيمة الوقت. قيمة الوقت هو الحياة، كما قال أحد العلماء، الوقت هو الحياة. ما يزمش الموظف مثلا بس باش يجي على 8 ولا 8 ونص لازم يجي على 10 ولا 11 وكذا بدعوى أنه صام، بدعوى أنه لا نختفي وراء الصيام. هذه فريضة نستثمرها في بناء الإنسان، نستثمرها في التخلي عن العادات السيئة. واسمح لي حتى اللي دخنوا مش عارف اللي عنده ما الشمة وكذا،
كاين من الناس اللي استثمروا هذا الشهر في التخلي عن هذه العادة السيئة جدا التي تضر المال وتضر الصحة وتضر كل شيء. فرصة سعيدة إذن لنتغير من حسن أو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. ربنا قال في القرآن الكريم في سورة الرعد، ونحب نسمي هذه الآية آية راعدة، الآية رقم 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعطلنا ربي سبحانه هذا الشهر المبارك باش نحقق هذه الإنجازات ونتخلى عن العادات السيئة، وفي الوقت نفسه نستثمر الأيام الفاضلة في الصيام والليالي الشريفة أيضا في القيام وفي الاجتهاد في الطاعات وقراءة القرآن والذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، وفي صلة الأرحام وفي ختم القرآن الكريم وفي الاستماع للدروس والمواعظ في مساجدنا وفي إعمار هذه المساجد وكذلك في إصلاح ذات البين. يا أخي أحمد، نخشى أن يتحول رمضان عند بعض الناس إلى فرصة للمشاكل والنرفزة والعياط والغضب. والله لعيب، والله لعيب. شهر رمضان عنده مقام كما قلت في مقدمة اللقاء يا أخي أحمد، عنده مقام في الجزائري وفي المغرب العربي بل وفي العالم الإسلامي، خاصة في المغرب العربي وخاصة في الجزائر الحبيبة، عنده مقام رفيع يا أخي أحمد. حتى نسى اللي عندهم أعذار بالأعذار الشرعية باش يفطروا سرا، باش هذه هيبة تاع رمضان، مقام رفيع، مقام شريف جدا. إذن ماذا بك نستثمر هذه الأيام في الطاعات وفي القربات وفي الأعمال الصالحات، وكذلك في الابتعاد عن الغضب والمشكلات والعياط في الأسواق وفي الطرقات وفي البيوت. للأسف الشديد بعض البيوت تشكو من هذا الهم، العائلة تجتمع صح. من جهة أخرى شيء طيب إذا كان في الأيام الأخرى كل واحد هذا يفطر وهذا على 5 وهذا يتعشى على 7 وهذا على 12 تعليل، ولكن رمضان من بركاته أن تجتمع العائلة، ولكن تجتمع للخير، ماشي كي تلاقوا في الميدان يروحوا يدابزوا والكلام اللي مش مليح، ولا على جال المأكولات هذيك سمحوا لي كلما اشتهيتم اشتريتم كما يقول عمر بن الخطاب. لا نعم، قد المسلم الآن يحسن شوية الغذاء نتاعو في رمضان، يحتاج إلى طاقة إضافية وكذا، ليس في ذلك حرج، ولكن الإسراف والتبذير والطرف هذا أمر مرفوض، مرفوض بجميع المقاييس، بالمقاييس الشرعية، بالمقاييس الصحية، بالمقاييس الاقتصادية. علاش الإنسان بعد ما يخلص رمضان يلقى روحه مدين بملايين ويقول خطر رمضان؟ رمضان خطيه، يعني لا يحاسب، لا يؤخذ الدين أو شعيرة من شعائر الدين بجريرة المسلمين أو بأخطاء المسلمين. نحن نتدرب من أجل استثمار هذا الشهر في الخيرات وفي البركات. نسأل الله عز وجل أن يدركنا، أن يلحقنا ويدرك رمضان وأن يوفقنا لاستثماره، فهو شهر الاستثمار.